سيبوها في حالها بقى، سيب مريم في حالها. ممكن يحصل انت وتقينا في حالة واحدة بس، لو نزلت مريم دلوقتي وسمعتني الكلمتين دول ببقها. ببقها؟ هتسمعهم لك ازاي ببقها؟ يا ستي تكتبهم لنا في ورقة. بلاش دي، تشاور هي بس وانا هفهم بسرعة، هكبر افهمها وهي طايرة، ولو ما قدرش افهمها بوقفها افهمها واروح مطيرها تاني. بلاش دي، هقول لك البسيطة المريحة، تنزل تطردي. عارفة لو حصل ده ساعتها بقى لما يحصل لها ايه؟ ولا يهمني، ضميري هيبقى مرتاح ناحيتها بس كده. من عينيا دول. تسلم عيناتك. يا مريم، ما ايه ده انت هنا؟ يبقى اكيد سمعتي كل حاجه. تعالي تعالي قولي لعمك الكلمتين اللي عايز يسمعها. تعالي يا مريم وخلصينا، خليه بقى يحل عننا ويسيبنا في حالنا. تعالي يا مريم، تعالي تعالي، قولي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي، قولي. يا حبيبة عمي، ربنا يسعدك ويخليكي. شفتي مريم؟ ادي مريم، مريم الطيبة. شفتي مريم ام قلب ابيض؟ شفتي؟ ادي بقى بنت اخويا بجد، دي من لحمي ودمي. اتخلى عنها؟ لا يمكن اتخلى عنها ابدا. حبيبتي يا مريم يا اصيلة، ربنا يسعدك.